السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أم ميار لتفسير الأحلام. بشكر جدا جدا كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة، وبشكر جدا جدا كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة. أحبتي في الله، ياريت تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر بإذن الله تعالى عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى. النهاردة هنتكلم عن رؤية الكلب الأسود للبنت العزباء في المنام على ما يدل. ده اللي هنعرفه النهاردة، بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بالنسبة للبنت العزباء، لو شافت ان هي في منامها ان ظهر لها كلب لونه اسود، ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على ان هيظهر لها شخص في حياتها، انسان خبيث، انسان عدو ليها، وهو هيتظاهر لها بان هو انسان حبيب ليها، وان هو هيبتدي يلعب بمشاعرها وعواطفها. تحذر من هذا الانسان، لان الانسان دوت هيظهر لها فجأة في حياتها، فعليها ان هي تاخد بالها وتخلي الحذر من هذا الانسان، وتدرس الانسان دوت كويس جدا جدا، لانه هيبتدي يتلاعب بمشاعرها وعواطفها. وهنا لازم تاخد بالها البنت العزباء من هذه الرؤية، لانها رؤية تحذيرية ليها من ربنا سبحانه الله وتعالى، ان بعت لها رؤية تحذيرية. يا رب اكون افدتكم، وبشكركم جدا على حسن استماعكم ليا، وارجو المشاركة واتباع فيديوهاتي وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.